السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرم وناكسن أصحاب إيميل كستوى الجوكتان تاريخ درائي تايشان يلاباتك بيش أغسطو سنة كالباكون أفر يلاباتن قضبضا عن برنامج كسبح نمو إذيكو وهي يوحا كمدا حزب الله أو شاكتين إن قيب كمدا أي بلاوذي أرغوسيكي تليهودي عيدان كفؤاد شكر وعانا لشيغي إن لبربوريي أو ويرر علوس لغو قاضي سلقيو إليهين عيدان كإسرائيل غارهان حرونتا هاي أدى سردون كموساد ميل طبان كيلومتر أجرتا تلابيب أو قتالو لغو قراعي حسب الله أو ويرر كيذا أو استعماشي إن بقلال قتالو إيا ديارة درورة إسرائيل أو كعيسي ديارة هيدا بقل قاريا سيأي وغهر تغان قتالها إيا ويرر دا كيمان إيا لبنان سفارد مرايكيكا إسرائيل ومواديني تيدا أغو باغضين إني خياتسدان مايشا كلية أي كرنو من كران يدو حالان داي فرها كبحايسو طبان شركة دو دوكوة دياردها يتيجي جري إسرائيل وقبي أهان تود دجوجيي غرون كابان غوريون أي كويا لترابيب دياردها أو نمان لكان سالي فلايددي أما سفردي هالكا لوغا بحلا يكوي إمان لها إسرائيل وحالان أدن قشي حالدا او مارتي لليهي وحي نقطي ميد عبسله دولادا فرابدار او كدقيا قبل كحالدي سويني فراها كبحضو هدبا وراركاس ايان دين هيا ايو وداد كاشي حسن نصر الله او ساعدها سو سعودا لفل ايو انو هدل جيد ايو هدبا وركينا ايو برنامج كينا قودة هانتي ارغوسيغ حسب الله ايو نوكاقا هدلي دورنا مركا وقور ريسا وكالدا وراركا ايو تركيغا انا دول وحيليدا اي إسرائيل وحي شاكتي حسب الله إني قرشهدو أها إني ويرر كيدا أو استعماشو إلا لحكن أو ساروق أو مركا إيو وليبا دياردة درونة إسو جيرا إني مركا أو استعماشو ويرر كيدا أي شاكتي وحينا شاكين إني ميلها ويرر كايكو قادين أي كمي تهي ميلو استراتيجيا واتاي مركا إسرائيل وحي ليدا هاي قرشها والحكن أو ويرر أه إنو أيو أها أو مارتي لسوق هذي إيه لكن دور بقل أيو أيا ويرر كا كهر كسي أو مركي هربا ماليهي قنطالها إكسو دعيين وحينو كوكعين لدى إسرائيل إلا بقل ديارة ده دقالكا أو إسرائيل أي لدى ورر كا قار أيا شيغ يا ديارة ده الدفاع قلي إنيسان إسرائيل كريا أحين لكن تفاصيل بدن يدو مركا عريتا لغا مهيو وياي قضبكا استغونا هالكان سيان كيه قد بينا برامش كيه روطن وحي نوكاقا هاللينا ورباهينتو وحي كاقوريان شاكادا كوصابسان أرغوسيغا حسب الله هدو مركا ليه دا ينو كلابانو الجزيرة ايا وحي قرتي وحا لفيل ايا انو هذا الجيديو شي حسن نصر الله قلبت انو هذا الجيديو هدبا مامورها تلفزيون الجزيرة دنكا يا لبنان مازن إبراهيم نكلي رادو وحو تلفزيون أشيغي إن لفليو إنو جيديو حقيها قود حسب الله حسن نصر الله كلمة أما هذا ساعدة مركا أي تهي لحدة مغرب نمو وقتها قودها لبنان تاسو كوبيغن وقتها إنجريسكو مركا ويهي شن يطبنكا ساعدة كرينيجكا لو يقانو وحو كغاها اللي دورا أرغوسيغا حسب الله أي بلاوضي إلا حد وحي أي سمايين يجوغا سيدا او يحي وايا مركا شعاسن نصر الله إساونا لحدا مخرب نمو مركا أي لبنان تاعي أيو هاللي دورا للي يحي وحي مركا ماتا أي فالكيين ونكتا إكي قليين أيا لغا هاللي دورا مركا قدها إسرائيل وحا كل عليهين ورباهين تا إسرائيل دور بقل أو قنتال عمق إسرائيل كل عينا للي يحي قدها ماليه مركا ورد ماليكو كرأكو مارتو حساغتو طورانا جرت حدود لكن هذا تلابيب مال أدو أيا لشيغيا إن لا دقي لكن تلابيب ولي ويرك وما قاعد الحزب الله إلى حد مركا أنا إذا توصل ولي وحنا كشرنا وركي لقى قرش يكوين كان ورجيس كل اللي رادوا يدعوت أحرنات أي كسب بح إسرائيل أي وحوش يجي ما لها لبرت الما ما تصدي حزب الله أي ويرك كو قاعدين إن أي تهي حرم توين أي هي أدى سرطان كإسرائيل إلى موسى هذا
جورنالك إسرائيل لقليا هي دعوت أحرنوت وحولي هاي ميلاها اللي برتل ما ميتسدي ويرر كعلوس حسب الله أي قرد ويتكو قادين وحا أي تاي حرونتا لإرادو قليلوت لكن ويرر كاسو إسكا عابين أيا لسميي أو خساره وايريها للي هاي سو قاري حرونتا موسان sidoo kale waxay duqeyeen meesha u dhow ee liraado ee saldhiga 8200 liraado oo ciidamada ay leeyihiin Israa'iil watay Geilot meel liraado oo 10 kilometir u jirta Tel Aviv oo xarunta weyn ee hay'adda sirdoonka Mossad ay ku leedahay ayaa nagta laga geliyay laakiin maxay leedahay Israa'iil wax badan ma gaarin waxbada ma gaarin laakiin qof jooga male iyagu warkoodu waa iska saas waa ogtiin marka waxay leeyeen halka waa la duqay hadaba marka aan idin tuso khariidad telefishinka Al Jazeera ay ka sameysay meesha weerarku ka dhacay iyo sida maaratay inta uu u jiro inta ay u jiraan magaalada Tel Aviv hadaba sida arkaysaan gabadha wariyaha ah waxay gacanta noogu fiiqaysaa meesha goobaaminta la geliyay waxa la geeylot ay leedahay meesha ka horeysa ee gaduudana Tel Aviv waay marka waxay leedahay Tel Aviv waxay u jirtaa 10 kilometir kaliya meesha la duqeyay waa xarunta hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad leerado ayaa marka halka lagu duqeyaa la leeyahay oo maartay meelaha la duqeyay ka mid tahay waa tahay marka tan waxay muujinaysaa 100 kilometir ku dhawaad meesha Hisbullah ugu dhow xuduudka ayay u jirtaa Geilot meesha la leeyahay oo 10 kilometir kaliya u jirta Tel Aviv xarunta Mossad marka sababta Mossad loo beegsanayo waxay tahay ayada ayaa ka dambeysa leeyahay dilkii Fuad Shukri taliyihii ciidamada Hisbullah iyo dilkii Ismaaciil Haniya iyada ayaa ka dambeysay ayaa la leeyahay hadaba marka sheekadu marka halkaasay iyaduna maraysaa waayay markan war degdega ayaa saaran wakaaladda wararka ee Anadol waan idin la wadaagayaa Anadol marka waxay leedahay 10 ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ajnabiga ah ayaa kansalay saakay oo axada safaradii ay ku tagayeen iyo kuwii ay kaga imanayeen maaratay Israa'iil way kansaleen sababtu marka maxay tahay xiisadda kasoo cusboonaatay xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil sida ay faafisay hay'adda wararka u faafisay Israa'iil goorow awalba shirkada badanaa kansalay waa ogeyn inay Israa'iil tagaan way baqayeen haddana intii soo harto dhan 10 shirkadood ayaa kansasha la leeyahay oo maaratay arinta maanta joojisa oo tiri meeshaas uma socono marka ilaa konton flight ayaa saacadihii la soo dhaafay kansalmaya la leeyahay diyaaradihii kale oo fadhiyay garoonkana way carareen dadkiina garoonka ayay tuban yihiin dhoofi lahaa qaarna guryahooda ayay isaga laabteen markan waxaanu u gudbaynaa wararkii iska soo daba dhacay war khabar aajil ama war degdeg ah ayaa hadda isaguna wuxuu saaran yahay telefishinka Al Jazeera hadaan idinku duwo waxaa leeyahay safaaradda Mareykanka ee Israa'iil waxay ugu baaqday muwaadiniinteeda Mareykanka ah inay marka ogaadaan meelaha ugu dhow ee ay ku dhuuman karaan oo ay ku carari karaan waa in la cararaa leeyihiin ka dhuunta meesha waxba soo socdeen waa tahay marka waxay leedahay safaaradda Mareykanka ee Israa'iil muwaadiniinta Mareykanka waxaan ugu baaqaynaa nin walba inuu fiirsado meesha ugu dhow ee uu ku dhuuman karo meesha gala xaalku ma sahlana gala halkaas ee ku dhuunta ayaa la leeyahay marka taasuna waxay ka mid tahay wararka iska soo daba dhacaya halka maartii ka soconaya waa tahay Israa'iil warbaahinteeda waxay leeyihiin 307 gantaal iyo diyaarado drone isugu jira ayaa waxaa lagu soo weeraray Israa'iil waxaa soo weeraray Hisbullah laakiin Israa'iil waxay leedahay tiradu intaa way ka badan lahayd ilaa 6,000 ah u qorsheysnayd weerarka inay ku sameeyaan laakiin 100 diyaaradood aan kicinay
qaar waxaan ugu tagnay meelihii ay gantaalaha ka soo ridayeen aan burburinay kan waayo waxaas leeyin laakiin waxaan la isku raacsan yahay marka aa fiiriso warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa israa'iil in israa'iil gudaheeda qiiq uu ka baxayo maanta oo ilaa 200 oo gantaal iyo diyaarado daroona oo kuwa isqarxinaya ay gudaha galeen oo halkaa ay ku dhaceen oo qaraxyo fara badan ay halkaa ka sameeyeen. Waayaan wararka kale ee soo baxaya waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Lubnaan Miqati ayaa isaguna telefoonka wuxuu kula hadlay madaxda caalamka si maaragtay xiisadda loo dejiyo ayaa lagala hadlayaa. Ciidamada Maraykanka ee ku sugan Bariga Dhexe ayaa iyaguna dhaqdhaqaaq culus sameynaya. Markabka dagaalka ayaa isagu u soo jihaystay dhanka xeebaha Lubnaan ayaa la leeyahay, halkaa ayuu yimid si uu maaragtay u khalkhal geliyo ama u cabsi geliyo Xisbullah inay intaa in ka badan sii samayso oo weerar sii qaado. Laakiin sargaal sare wuxuu Xisbullah u hadlay, wuxuu leeyahay tan waa bilow, af bilow ayuu leeyahay. Quraac xataa ma dhammaa, quraacda ka hor timir yaroo la cuna iyo gaxwo yar waaye, laakiin aargoosigii bilowgiisii waayuu leeyahay. Laakiin hawshani way sii socon doontaa. Marka waxaa la sugayaa hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrullah hadalkiisa oo aad important waa ama muhiim u ah maanta, oo maaragtay uu dhihi doono dagaalka waa bilowday, hal la galo waa sii soconaynaa, iyo inuu yiraahdo intaa waa nooga filan tahay, aargoosigii waa sameynay inuu yiraahdo, waxa uu dhihi doono ayaa aada loo sugayaa. Dowladda carbeed ayaa iyaguna ka hadlay arrinta oo Masar ay ka mid tahay oo ay leeyihiin waxaan ku baaqaynaa in xaaladda la dejiyo oo aan gobolka looga sii darin. Haddaba wararkaasoo dhan waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey ee hadda saarnaa warbaahinta oo aan idinla wadaagayey. Haddaba wixii warar ee kasoo kordha waa arki doonaa, xaaladdu mar walba way isbedelaysa. Haddaba barnaamijka intaa ayaan ku joojinaynaa, wixii warar ee soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. Ku xirnaada barnaamijyadayda xaqiiqda ku salaysan, innagoo mar walba idinla wadaagi doonaa masaadirta ama halka ay wararku ka yimaadeen oo aan halkan idinkugu soo gudbin doono. Barnaamijka la gareeyo fadlan oo sheer garey haddaad Facebook iyo YouTube nagala socoto. Haddaad nagu cusub tahay, subscribe saaro YouTube-ka, Facebook-gana follow garey si aad noogu soo biirto oo mar walba barnaamijyadeena aad u hesho. Inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.